استضاف فريق هوبس فريق الشانفيل. المباراة بدأت بشكل قوي لأصحاب الأرض، تقدم 14-8 27-22، حافظ على تقدم الكوارت الثاني 48-41 وأنهيها 70-60. فيشر شارون فيشر 19 نقطة 9 ريباونز 4 أسيست. علي مزهر مثل العادة عم يبدع، 19 نقطة 4 ريباوند 6 أسيست لعلي مزهر بهالمباراة. وتايرون نيلسون قدر يعمل 15 ريباوند بهال 15 نقطة و5 ريباوند بهالجيم. نيكولوس كان الأفضل بفريق شانفيل مع 22 نقطة 9 ريباوند. وبوجي سجل 12 نقطة 10 ريباوند و3 أسيست، فيما اختفى كارسركيس ب 9 نقط 3 ريباوند و4 أسيست، ونديم سعيد 9 نقط. هون النتيجة النهائية.